يقول شيء همس في قلبي وقال مبروك انا معي رساله من حبيبك. يقول بابك ليش يا ابوي مسكوك، راح العمر ما باقي الا مشيبك، ما في البطل ضيق وهموم وسكوك. قلت اصبر اصبر مالك الا نصيب، ولا عاد ترسل لي رسائل وانا ابوك، اصبر علي دور امك وجهك. كن من شرار الناس على بعد ومن خيارهم على حذر. يقول بديع الزمان همذاني، اسمع نصيحة ناصح جمع النصيحة والمقة، إياك واحذر أن تبيت من الثقة على ثقة. تعبر بنا الأيام والأعوام، وفي كل عام نترك شيء منا في العام السابق، شيء من الأمل، شيء من الطموح، شيء من القناعات. في شيء يسقط، شيء يمرض، شيء يموت. الحياة مليئة بالعجائب، بجاهيل أصبحنا أحبة أصبح الغرباء، يهملك من تنتظر من التضحية، يحتويك من لا تتوقع من شيء، ترى اللؤم من الصديق، ترى المروءة في العدو، يحمود يظهر لك صديق من القوم، يظهر من ربع الموالي العدو. عجائب عجائب الدنيا لتحمل الرجال ما لا يطيق، السنين اكتفتني واحتدتني حدو، الحبيب يتردى لين يطلع صديق، والصديق يتردى لين يطلع عدو. الفقد وقت الفرح مو بشيء غريب، ما نقدر نلقي اللي نفقد ظهورنا. الله من غالي يفرح لسال الشعيب، واليوم سال الشعيب وضاقت صدوره. يقول المتنبي فهيج لي شوقي وما من مذلة حننت، ولكن الكريم ألوف. الألفة من طبائع الكرام، الحنين والشوق والتعلق، كل هذه دليل على الوفاء. وكانت العرب تقول أكرم الصفايا أشدها ولها إلى أولادها، وأكرم الإبل أشدها حنينا إلى أعطانها، وأكرم الأفلاء أشدها ملازمة لأمهاتها، وخير الناس آلفهم للناس، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. حي اللي ضيوفه يمضي الوقت ما يدرون، معاه جود ولا فيه جفوه ولا زمره، على الطائلة لقاموا الناس يقتصرون، حصان يتلعنان يدور الطمرة، يزود الحطب لجو ضيوفه يبي يسرون، مثل من يقول انتونا فول السمرة، ما وده يحسون ببطأهم ويعتذرون، إذا قلت هذا تشبته جالها عمره، ما هو بيتغلق عندهم لين ينحشرون، يفل الرماد ويردف الجمرة هالجمرة، ترى اللي مراجلهم جديدة ما ينخطرون، ورجل ما هو بمجرب يغصب التمرة. الضعافة ترخص الرجال لو شيخ، والشيمة والعزة والأنفة والاستغناء ترفع الرجال لو خادم. يا أخي لها رونق ولها بهاء ولها هيبة، أصلا ما يستطيع أحد يجتري عليك وأنت مستغني وأنت متحصن بعزتك وبأنفتك. ترى العاقل اللي شيمته ما تباع، وأنا ما شفت خير من الصديق القديم. صح بأن الشجاعة والكرم طول باع، بس يمكن تجي في الجاهل وفي الغشيم، لا تدور كريم ولا تدور شجاع، دور العاقل يطلع شجاع وكريم. خوف من المستقبل المجهول هو الذي يفسد على الإنسان حياته. يقول أبو حامد الغزالي الناس من خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. من جرب الحياة تجربة حقيقية ومراس فعلي يدرك تماما أن الإنسان قد يأتيه الفقر أحيانا وهو يقظ حذر، وقد يأتيه الغنى وهو غافل غير مبالي، لم يعد له ولم يعمل بأسباب. يا الجيب ما حنا بنقاط عهود، وسانك تحسبني بخليك واهم، لو والله والبنزين غلاك موجود بيني وبينك عهد حب، وتفاهم والله لو املا تانكيك دين عود اني فلا استخسر عليك الدرعة. الله مالك غير رزقك يا مخلوق، هذا الكلام اللي معي انتهينا، نبي نعيش وكل مطرود ملحوق، تبي تروح اعمارنا ما درينا. دنيا اللي لقيت لك الوجه بنحور،
شينو يزين، ولو عملنا البصاير وندبرت ما جابها الراي والشور، ولو مليت من الحرس كل العائر، لا جد الأمر ما جل عنه محذور الهم زود وما بغى الله صائر. يقول احذر تغش الناس لو كان غشوك، غادر بصمت وخل خاطرك صافي، والدرب خلا سمح لا تزرع شوك، يمكن يجي لك يوم وتمر حافي. الإنسان إذا ترك الندم على الماضي والقلق من المستقبل صفى له الحاضر، وعاش بكل ود وسلام ورضا وتصالح مع ذاته وواقعه.